السلام عليكم خواتاتي ووليداتي. اليوم نعمل لكم اللامونا، وسمحوا لي قبل كل شيء ما تنساش باش تعملي الجيم وتدعموني باش نزيد اكثر واكثر من وصفات باذن الله. نبدا بركه الله، بسم الله. هذه لامونا واش فيها؟ هنا فيها كيلو فرينه، يعني كيلو اللي ما يفهمش الفرينه يقول الدقيق، كيلو فرينه. عملت فيها قرصه ملح، عملت فيها ربع تاع الجوج اختيارا، وعملت الحضر يعني الغبره تاع الحليب، عملت مغرفه ولافاني، وزدت فيها هذا نص تاع الخميره كيماوية، وفيه ان تيار يعني ثلث كاس من الزيت، ميم يعني كاس الماء، فيها كاس سكر، كاس ماء، فيها زرعة البسباس نحبها، الأبيض طحنها يطحنها، نحبها أنا هكدا. وفيها ما نساوش ما كيسمو الخمارات الفورية، يعني عملت كاس حليب ومغرفة معمرة هكدا، كاس من بلوتو مغرفة معلقة تاع الخمارة معمرة تاع الخمارة، خصو حنا في الصيف معمرة هكدا. نبداو على بركة الله. باش نبداو بالسكر، هاكدا كاس كيلو فرينة، مغرفة تاع الحطب، شوية جنجلان اختيارية، وزدنا فاني قص ملح، وزدو عليها كأس السكر، زدو عليها ثلث زيت، سرعة البسباس اختيارية، يعني اللي يحب قشور البرتقال، قشور الليمون، نحب هادي، ولا كان يطحنها. هادي هما نتو زراعة البسباس دبا بوغ لو كولون. وكان يغليها مع الما، نحبها هكدا، منحبش لاكولور حمرا، نحب لاكولور ناتيغال تاع لامونا. نتوما تسميوها لامونا، نتوما تسميوها الكعك، الكعك وحنا الكعك وحرام. فيها كأس حليب باش نعملي شرك كأس حليب، زدت فيه خميرة كيماوية فورية بلوتو، دفيت الحليب طبعا، دفيت الحليب ونعملو دروك نحركو كل شيء ونخلي الماء مع التالي، نحركو الزيت والحليب والخميرة والسكر وساعات البسباس. يشكم الكولون مليح زراعة البسباس، فافاني، واللي يحب القشور الليمون، قشور البرتقال، تاني كتجي، هذا شغل تاعك، تاع وهر، ومنفور لامونا، وحط كيفاش يسمي، نعمل بزيادة، باش نخبيو في الكونجيلاتور عاوتاني، يبقى حبيب باش نخبيوهم، ونجبدو نهبطو، بسم الله. كاسمة المهم فينهم يخدموا معايا توجور، ما نعجنش مع اللوبة، نخليها هكدا شوية ترياح، نخليها هكدا تريح شوية، ثم المخابز، المخابز يعملو هكدا يخلي شوية ترياح، أما نطر الخمارة تنفعل شوية، بعدها تجو نعجنو، ما نعجنش دروك ها. نخليها هكدا شو باش تشوفو هايا، نخليها هكدا لي موالف يخدم معايا، توجور جو لاس كومسا، هادي لا بخومييغ إيطاف، توجور 15 دقيقة هادي 20 دقيقة، با بلوس كو 15 دقيقة 20 دقيقة، باش هاد كلشي يتلم يا ودي ولدي، كون عجن دا الوقت الخمارات شغل أبخي تبقى توجع تعجن في الكرشي، هاكدا شغل تنفع لوحدها، بعد منها 15 دقيقة 20 دقيقة نولو بإذن يعني 20 دقيقة ولا 4 ساعة. نولو بإذن الله نخدم نلموها، شغل غير نلموها ما نعجنوهاش هادي، هي بعد هاهو دابا وليت بعتبر ريح 15 دقيقة 20 دقيقة ركعت، شوف ها الخمارة شو بدا تنفعل الداخل ركعت، ها نتوما لميتها ما غنشوف، هادي اللي تخليها تنفعل بلوس، هاهو نتوما متوجعكش كرشكم، دروك نعملوها هكدا ها، اللي متعودين معايا هادا هي اللي نخدمو. دروك ايه سمح لي عملت شويه ما زهر مع الماء،
دي اختياري تاعك. ها نحطك ها دروك غير لمها ما نعجنهاش غير لمها لمها ها هذا نعمل باش تشوف ما حبيتش نحبس لكم ولا ترافيكي باش تشوفوا كيفاش تا بزاف يشتيهم لامونا ما عندهمش ما يجحلهمش ها وشو كطريه شو ها طريه هكذا هذا هو الكعك هكذا تلمو تعمل غير هكذا ماشي حنا عجين 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 ماشي تعطي كيما كي كانوا يعجنوا غير بيدينا ها غير هكذا 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 ونضرب باسكو باش خمات كيفاش راه تلم شو شكلها تريا هكذا كيفاش تريا كي راه تولي شو نعرف اسكو نجحت في الخطوه الاولى الساشي ترونسبارون شكي خفيفة دوك شوف شكي خفيفة تضربناها تحسو الداخل خفيفة شكي تعمل هو الداخل شوف يسعسطلا وشريها من الكبدة الداخل هادي لي خصنا شكيها شكي تعملو نعاونولكم شكي تعملها شكي تحس الخفة نطفي لي نتحتو فيها شوف شكي تكلف لي با لورد هادي يعني تقطعوا فيها شويه الزيت وتخليوها تحمر حتى تكون فلا يعني حتى تضاعف الرقه تاعها في الفوليوم سي سا ومن بعد تاخذوا زيت غير 3 هذاك احمر نعطيكم شو يخفي شو خفيفه شو خفيفه يا خفيفه شو كتحدي زيغ دمي تخاص خمرت باسكو ما كثرناش خمارة باسكو الصيف مش كمل مشتا ها نعمل هكدا هكدا ونزيد نعملها هكدا شوف هكدا هكدا سكتهم غاية هكدي بولات شغل هكدا شوف شوف لا تبان لكم شوف ومن طول هكدا هكدي بولات هكدي بولات هكدي شابة كيما تبيعوها برا كل واحد كيفاش يحب الشكل هكدا شغل مونة صغيرة هادي طنخ هادي تخمر عاود هادي كان كنت اخر الشكل نعملو الشكل شو كنت اخر الشكل نعملو شو 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 هكدا هادا اخر الشكل نعملو شوفو هو هادا شو هكدا بسم الله يا ربي هكدا هكدا وهاد الكاس هكذا تخرجكم سهل نعمل كاس هكذا شوف هذاك تشوفوه هكذا نحل يدي هكذا شو كوم دي كورون شو خير شو سهل هكذا دي دي كورون هكذا باش شوف لي شباب هكذا هذو ما كعكعات ابخي نقصو بالمقص بالخدمي بالخو هذا هو نعم بالخدمي ولا بالمقص جن هكذا يلحق هذا الشكل كان يحب المقص كان يحب يعمل هذا كان كانوا يقصوا هذا يحب كعكعات كعك وهراني هذا هو كعك وهراني هكذا هذا
كاف كاف نحبوه. تنعيط الصبح تنعيط على هكذا الصبح تاع ما فيه زريعه زريعه البسباس ما زهر حتى شويه ما زهر نكتب المزهر ولا فاني وزريعه البسباس في الماء متين نقول تاع المزهر اللي اكستخيف عندي هكذا دوك نخلي يزيد يخمنها دوزيام فوا نعاود لكم خطره شو نعاود لكم خطره وخليوه يعاود يخمنها دوزيام فوا ماشي ما يخمش بزاف كاردو باسكو ديجا خامر ديجا هو خامر زي هكذا هكذا تعلمتها انا هادي من حط في التلفزيون واحد اسبانيول اللي عملها تعلمتها يعملوا لا كورون كاين كورون واحد يتعلم ما جاش متعلم هذا يفد من هذا ونتعلمو فدنا من لي زونسيان وحنا مازال نتعلمو فدنا من ولدينا لي غوسات وفدنا من لي زونسيان لي كانوا يشاف يطيبو جوسكا مانطلع نتعلمو جوسكا مانطلع سما نتعلمو ماشي حنا لي فدولهم ولا حنا نتعلمو وتوعي لي زونسيان لي غوسات لي زونسيان غوسات كانوا عندي بشوية بشوية بإذن الله هنا نزيدو من المزيد دوك بعد تاليتي باش تجي نعمل فيها البيض ونعمل فيها النسكافي يعني قهوة سرعة الذوبان ونعمل لاخر بعدا لي كيسمو وشوية زيت باش ديك لابغيونس ونعمل شوية ملح هادي هي في داك البلوندو فا ونطيبها غاية من تحت ونخليها ساتي بوك واحد الفورتوغ مانيش نعرف الفورتوغ كيفاش كي يطيبها غير من تحت وكي يطيبها وعاد يحمرها هادي هي الكاب تاع تاع الكاك الوهراني تاع يعرفوه من زمان نسات تاع الكل يعرفوه على جاي تاع الكل يعرفوه هادا هو تعاود تخلي يزيد يخمر وهذا هو بعد نعاود نكملو هادا باش نطولش عليكم هادا هو انا هكدا تحبو هاد الشكل كاين بزاف اشكال كاين يعملو يطفرو كاين هادا هو اشكال هادا هو كاين يعمل كسة مشكل واحد كيفاش يعمل هادا هو سناتشو نزيد خطرة وحدة ونحبس كاكا خطرة ليا ونخلي يزيد يخمر دروك ما نطيبوش تمتم دروك نزيد نخليه يخمر كان يعملو هكدا يعمل فيها كخيم هكدا كخيم باتيسيير ويعمل ان فخويلا عندكم داك المشماش ولا اي حاجه هكدا هو السيسان كيجي هكدا ومن بعد نكملو نعاودو كيطيب نعاودو نحكي يخمر عاد كيطيب نصورو نعاودو دوزيام فوا ان شاء الله كي تعمل هكدا ما يهبوش ما يوليش ان كاردو غادي تكون يخمر ماشي بزاف ما يخمرش بزاف ربع ساعة ولا 20 دقيقة باسكو ديجا خامر هاديك ربع ساعة سا ديبون كيفاش الحرارة كان يقعد نص ساعة كان ربع ساعة كان ما تخلوش يخمر بزاف يخمر حتى يولي عجين حتى يولي حامض ربع ساعة هاديك 20 مينوت في الحلمون تغطيها في دوك الساشي تغطيه كي هاد اعملو لاخر تاعو لا دوغيغ تاعو وطيبو هذاك عمل دور تاعو افون كي بدا يخمر تشوفو بدا يخمر بدا يطلع هادي استوس باردون هادي لاستوس كي تشوفو بدا يخمر تخو دور تخوزيام فوا نعملو فيه البيض دور تاعو كون خليوه يخمر بلوس كيفو يولي عجين لداخل ويولي بنت الحموضية هادي لاستوس هيا من بعد هدا هو بعد ما طابت شوفو اخواتاتي وليداتي هدا هو هادي الكعك تاع وهران لامور لامبول هايدا تولي كاك شو ها خفيفة ها بنتها أروى ولا أروى بنتها ها وخفيفة طيفة شو كي قطن ها كي قطن ها قص دي هي وزيناها بشوية عسل بشوية عسل وسكر كلاص الكاكاوتي فيلي بيان سور وبصحتكم شاهي طيبة سلام